موجز اخبار مؤسسة الشهداء من استوديوهات الخالدون، اهلا بكم. بحضور رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الاله النائلية، تم اليوم تشييع جثمان معاون مدير مكتب رئيس المؤسسة السيد شمس الدين عبد النبي الذي وافته المنية اثر تعرضه لحادث مروري مؤسف قبل عدة ايام. وانطلق موكب التشييع من مقر مؤسسة الشهداء الكائن في الجادرية بحضور جمع من موظفي المؤسسة. وكان النائلي قد نعى وفاة شمس الدين معربا عن خالص التعازي الصادقة والمواساة لعائلة الفقيد ومحبيه ومتعلقيه. نيابة عن رئيس مؤسسة الشهداء، شارك المستشار الفني ماهر البياتي وموظفو مديرية الشهداء كربلاء وممثلو مديريات المؤسسة في المحافظات باستقبال وتشييع جثامين المرحوم مدير مديرية واسط الحاج نصير الوائلي ورفاقه. وأجريت مراسم التشييع وزيارة مرقد الإمام حسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام، وسط أجواء من الحزن والأسى بفقدان هذه الثلة الطيبة من خيرة مسؤولي وموظفي المؤسسة. مديرية شهداء كركوك تقيم حفلاً لاستذكار الشهداء وتضحياتهم ومواقفهم بمناسبة إعدام أول كوكبة من الشهداء من ضحايا البعث المقبور بحضور جمع كبير من عوائل الشهداء. وتكلل الحفل كلمة لرئيس المؤسسة التي ألقاها بالنيابة عنه المدير العام أيوب قاسم، مشيدا بمواقف الشهداء ووقوفهم بوجه سياسة البعث الظالمة، مشيرا إلى أن بطولات الشهداء في مواجهة الطغاة وصمودهم تحت التعذيب النفسي والجسدي كانت مشاعل لطريق الحرية في العراق. وفد من مديرية شهداء بابل يزور دائرة صحة المحافظة برئاسة مدير المديرية الحقوقي عبد الرزاق الشمري لتهنئة الدكتور ميثم العرجي بمناسبة تسنمه رئاسة صحة بابل، حيث أبدى العرجي استعداده لتقديم التعاون المشترك بين الطرفين فيما يخص ذوي الشهداء وما قدمته هذه الشريحة من تضحيات كبيرة. مديرية الشهداء صلاح الدين تستقبل مسؤول طبابة الحشد الشعبي فؤاد الغزي في زيارة تسعى لزيادة التعاون بين الدائرتين خدمة لذوي الشهداء والجرحى في المحافظة. وشهدت الزيارة التطرق إلى موضوع جرحى الحشد الشعبي وحقوقهم وطرق متابعتها مع المسؤول في قسم شهداء الحشد في المديرية. وأبدى الطرفان أهمية تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة خدمة للصالح العام. مشاهدينا، انتهى الموجز، إلى اللقاء.